أنت يا من ظلمت نفسك قبل أن تتكبر. والله الذي لا إله إلا هو لو وعينا هذا الكلام لتغيرت أحوالنا. خذ أصلك. فإنا خلقناكم من تراب. هل رأيت التراب الذي تمشي عليه؟ هذا هو أصلك. ثم من نطفة. كنت في يوم من الأيام لو غسلت من الثياب لأزلت. تغسل نطفة لم تكن شيئا مذكورا. ثم من علقة. قطرة دم ما أضعفك متعلقة في الرحم. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مضغة كأنها مضغت ثم ألقيت، لا لها يد ولا قدم ولا عين ولا أذن ولا تملك شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ حتى تخرج تقول لا تدقق؟ ما أضعفك. لعلكم تشكرون. ثم تسعة أشهر في هذا الرحم ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة بطن الأم وظلمة الرحم. من يراك؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أمك ما تراك. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعدها تخرج ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك. وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى العقاب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب.